انا اسمي علا عبد الصبور. هشام خلفنا ولد وبنت زي القمر. هاني وهند اشتغلنا كتير بعد عايزه اتجوز، وعايزه اتجوز كان اول حاجه نعملها مع بعض، بس احنا كملنا بعد كده الحمد لله. هاني سابني في كل عمل اشتغلناه سوا، فما بعدناش عن بعض يعني لحد ما رجعنا تاني عشان يسيبني في البحث عن علا. لكن هما ال 12 سنه اللي عدوا دول من ساعه عايزه اتجوز للنهارده، اعتقد ان العالم كله اتغير فيهم بشكل كمان سريع جدا، واحداث كتير والسوشيال ميديا غيرت كمان وبتغير بسرعه جدا كل يوم. فهشام وعلا اكيد اكيد مش نفس هشام وعلا بتوع عايزه اتجوز، وده ما هوش جزء تاني لعايزه اتجوز، بس عن علا هو عمل مستقل بذاته. لكن في نفس الوقت في الحاجات الحلوه اللي الناس بتحبها حاولنا نحافظ عليها، زي كلام للكاميرا، زي علا تكلم الكاميرا، زي جنان علا ساعات، زي ضيوف شرف هنشوفهم في كل حلقه. لكن ما فيش اوجه شبه كبيره يعني حتى الشخصيه، يعني حتى الكوميديا اللي موجوده هي كوميديا اهدى شويه من قبل كده، مش فارس. أيه. يعني بقى ليها مكان. استاذ هادي بابور يعني استخدمها بشكل مناسب للشكل الجديد لعلا، حتى الافيهات مختلفه، لان مش ينفع مش زي ما هندي كانت بتقول من شويه، مش ينفع نستخدم نفس طريقه الكوميديا بتاعت زمان دلوقتي، الناس مش تفهمها اصلا. وهم شخصيتين كشخصيتين اتغيروا تماما بعد عليهم 12 سنه كشخصيات، نفسيا اصلا بقوا ناس تماما. علا مع نتفليكس ايه اللي بيفرق؟ اللي بيفرق انه ست حلقات، فورمات برضه منصه عالميه، فالعمل مدبلج لاربع لغات، سبتايتل اكتر من 32 لغه، فالموضوع كبير وضخم ويخض. يعني انا شخصيا مخضوضه يعني، والعمل نازل كده ان احنا هنتشاف، يعني هنسمع صوتنا بلغات تانية، وفي نفس الوقت اوبورتيونيتي هايله ان منصه عالميه تبقى عايزه تعمل، متحمسه قوي انها تعمل عمل درامي اجتماعي ساخر فيه نجوم. يمكن ده اول عمل تلفزيوني لنتفليكس فيه نجوم كده واسامي، اسماء كبيره يعني، فدي كلها حاجات بالنسبه لنا فخر كبير يعني. انا فخوره وسعيده، وكمان في نوع من انواع التمكين المراه انهم كمان خلوني اكون منتجه منفذه مش بس ممثله في العمل، فانا شاكره ليهم جدا، ويا رب الناس تتفرج على العمل ده ويحسوا بتعبنا. هيندم وهيرجع وهتشوفي، اصل هيلاقي زي فين؟ في كل حته يا هبله، دول بيروقراطين على الرصيفه. موف اون يا ماما، موف اون. سهله هي اصلها. طلاق هنا بالنسبه للرجاله افراج، بالنسبه للستات حبس انفرادي. خير؟ في حاجه؟ محتاجه خطه.